يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اذكروا يوم القيامة قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذه يوم مفعول فيه ظرف زمان وظرف الزمان يحتاج إلى شيء يتعلق به والمتعلق به محذوف والتقدير اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الذين يتبعون الدليل الإرشادي الذين يؤمنون بأنبياء الله تعالى الذين يطيعون الله تعالى فيأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه هؤلاء ستبيض وجوههم يوم القيامة الذين يكفرون بالدليل الإرشادي الذين يمزقون كلام الله تعالى الذين لا يأتمرون بأمر الله لا ينتهون عن نهي الله الذين لا يتبعون أنبياء الله تعالى هؤلاء ستسود وجوههم يوم القيامة فأما الذين اسودت وجوههم يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم بعد إذ جاءكم الدليل الإرشادي بعد أن وضحنا لكم طريق الخير وطريق الشر فرفضتم أوامرنا وما التزمتم بأمرنا ونهينا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم فهؤلاء عكس أولئك هؤلاء اتبعوا الدليل الإرشادي هؤلاء ائتمروا بأمر الله هؤلاء ائتمروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبيض وجوههم يوم القيامة فهؤلاء سيكونون في الجنة في مكان رحمة الله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون كل الأنبياء جاءوا بالإيمان باليوم الذي تبيض فيه الوجوه وتسود فيه الوجوه سيدنا إبراهيم جاء بالإيمان باليوم الآخر سيدنا آدم جاء بالإيمان باليوم الآخر سيدنا موسى جاء بالإيمان باليوم الآخر سيدنا عيسى جاء بالإيمان باليوم الآخر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين جاء بالإيمان باليوم الآخر لأنه لا يصلح هذا الإنسان إلا أن يؤمن باليوم الآخر أنا كيف سأغض بصري إذا ما عندي إيمان باليوم الآخر ما في قوة بالدنيا بتحاسبني على إطلاق بصري بل ما في قوة بالدنيا تستطيع أن تضبط لي حركة جفون عيني إذا من الذي سيضبط لي بصري إيماني بأن الله موجود إيماني بأنني سأقف بين يدي الله تعالى أنا لوحدي موجود في المكتب في المكتبة وسلمني صاحب المعمل المحل أو الكاشير أو الصندوق أو المحاسبة صاحب المحل والآن ما في أحد بهذا المحل من الذي يمنعني أن أمد يدي إلى الدرج لأخذ شيئا وأخفيه رؤساء بنوك في بلاد أوروبية سرقوا البنوك هو مدير البنك رئيس البنك هو سرقه عندما وجد الفرصة سانحة لكن من يؤمن باليوم الآخر من يؤمن بأنه سيقف بين يدي الله تعالى مستحيل أن يمد يده والله يا أيها الإخوة ولعلكم سمعتم مرات بعض الأسئلة يأتي بها الأخوة في المسجد هنا أو أنا في مساجد أخرى شاب يكون غير ملتزم غير منضبط بأوامر الله غير ملتفت إلى ذكر الله وإلى الخوف من الله وإلى الإيمان باليوم الآخر فيلتزم في المساجد فيكتب لي سؤالاً أنا كنت أعمل في محل وسرقت من هذا المحل مبلغاً مالياً ماذا أفعل لأنني تائب إيمانه يصحو
خوفه من الوقوف بين يدي الله تعالى يقلقه. والله لقيني شاب قال لي: أستاذ أنا صلي يومين ما عم نام. هو سائق تاكسي. قال لي: أنا في زبون عراقي سرقت منه جواله. قال لي: والآن ما بقدر أعرف لا وينه ولا كيفه ولا شلونه، والقصة قديمة. قال لي: بس أنا ما عم نام، شو بدي أعمل؟ لما الإيمان في القلب يستقر، الإيمان باليوم الآخر بيصير بيقلقه الجوال الذي سرقه قبل سنوات. بس لما ما في إيمان باليوم الآخر هو مبسوط، بالعكس هو يعتقد نفسه بأنه بطل وقدر يحصل جوال ديتين وما دري الزلمة، وبالعكس بيروح بيقول لرفقاته: شوفوا شو ساويت، أنا أبضاي وأنا شجاع وأنا ما في مني. لكن لما الإيمان باليوم الآخر يقوى في القلب بصير ما عاد بينام. طبعا شو الحل إذا واحد أخذ من واحد 100,000 ليرة سوري مثلا من محله من دون علمي؟ لا تصح التوبة حتى يرد 100,000 لصاحب هذا المحل. إما أن يرده مباشرة، بيروح لعنده بيقول له: أخي أنا كنت أعمل عندك من زمان وسرقت منك 100,000، تفضل هاي 100,000. وإذا يخشى من هذه المواجهة ما في طريق، بده يحطهم بظرف ويكتب: هذا المبلغ أمانة لفلان الفلاني، ويمرق له إياه تحت الغلاء. أو إذا بيعرفه ينتظر صار عنده مرض يروح ياخذ له إياهن ويقول له: هي هدية من أجل المرض. أو صار عنده زواج لابنه يقول له: هي هدية لحضرتك بمناسبة زواج ابنك. بس 100,000 بدهم يرجعوا. وإذا مات يلي أخذ منه 100,000 بدي روح أعطيهم للورثة. وإذا اختفى هو والورثة تبعه من على وجه الأرض، ما عاد بعرفهم أنا، ولا بعرف بأنه بلد، ولا بعرف أين هاجروا، ولا أين سافروا، ولا أين حلوا، ولا أين ارتحلوا. بدي اتصدق بهال 100,000 على نيته، على أني لو لقيته بعد 100 سنة بدي أقول له: أخي هين 100,000 التي لك. الإيمان عندما يستقر في القلب، الإيمان بيوم تبيض وجوه وتسود وجوه عندما يلازمك، بتصير صلاتك منيحة، وبصير غض بصرك منيح، وبصير ذكرك لله عز وجل أفضل، وبصير ببرك بوالديك أحسن، وبصير خدمتك لجيرانك أفضل، وبصير مساعدتك لأبناء مجتمعك أكثر، وبصير تلاوتك للقرآن أضبط، وبصير رزقك حلالاً صافياً. ذلك لأنك تؤمن بأن هناك يوم ستبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، وأنت تخاف لا سمح الله بكرة تنفضح يسود وشك. اللهم بيض لنا وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا لقاء، 1+1=2. أنت أنكرت الدار الآخرة وتهت في الأرض فسادا، تعال خذ النتيجة. وأما الذين ابيضت وجوههم، لكان جماعة الإيمان، جماعة الذكر، جماعة الإقبال على الله، جماعة الدعوة إلى الله، جماعة غض البصر، جماعة الإحسان إلى الخلق، جماعة حسن العلاقة مع الخالق. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني في الجنة التي هي موضع رحمة الله عز وجل. وأحلى من دخولك الجنة هم فيها خالدون. لأنكم تخيلوا، بالله تخيل أنك أنت مثلا هلأ مالك متغدي، وأنا هلأ أخذتك على صفرة مفتوحة فيها 190 صنف وقلت لك تفضل، وفتت لسه ما نقوبت لك من أول صحن تبع السلطة أو تبع الكبة، بعدت 2 سحبوك وطالعوك، انحرق قلبك. يا ريتني ما فوتك على الصفرة المفتوحة، خليك يعني قاعد ومالك متغدي. لكن من الإكرام أكثر إذا قدمتك إلى مثل هذه المائدة أن أبقيك فيها إلى أن تنتهي أنت. فمن نعيم الله عز وجل مو بس بيحطك بالجنة وهم فيها خالدون. 3 في الجنة خير من الجنة، واحدة منهم الخلود في الجنة خير من الجنة، أنك ستبقى الحمد لله لا تخرج منها. ثم قال القرآن: تلك آيات الله. هذا الكلام الذي سمعته يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام الذي سمعته أيها المؤمن هو آيات الله عز وجل، هو حقائق أنزلها الله تعالى بينات على أنبيائه ورسله. نتلوها عليك بالحق، ممزوجة بالحق، مخلوطة بالحق، الحق متمثلا بها.
وما الله يريد ظلما للعالمين. ما في ظلم بالآخرة أبدا، الحساب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وشرا. ثم قال القرآن: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كل ما في الأرض، كل ما في السماء من أشياء، من مخلوقات، من موجودات، كلها ملك لله تعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. إذا كان إلى الله ترجع الأمور فأنت افعل في هذه الأمور التي مكنك الله تعالى بها وملكك الله تعالى إياها، افعل كما أمر الله عز وجل. حتى إذا رجعت إلى الله وقال لك يا عبدي أنت شو عملت، بتقول له يا رب أنا عملت وفق الدليل الإرشادي. أنت قلت لي أقيم الصلاة، قلت لك حاضر. أنت قلت لي يغضوا من أبصارهم، قلت لك حاضر. أنت قلت لي أوفوا بالعقود، قلت لك حاضر. أنت قلت لي نبيك قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حاضر. أنت قلت لي ادعو إلى سبيل ربك، حاضر. أنت قلت لي اذكر اسم ربك، حاضر. إذا كان إلى الله ترجع الأمور فأنت معناتها اجعل أمورك وفق أوامر الله، امتثل أوامره واجتنب نواهيه لتسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة.